انا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي ما صحات ولا تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. مرحبا بكم في فيديو جديد، في فلوج جديد، في فلوج في العربيه. جيت العربيه واخيرا جيت نشوف، لانه عيط لي خويا قال لي انني عطاوني كونجي خدام في الصحراء، قال لي بغيت نجي نشوفك، فواخد خصيصا كونجي على قبله على قبلي باش يجي يشوفني. فانا يا هذيك قلت نشد الطريق ونجي حتى انا باش نشوفه، جاي بغي سي اسبوع وغيرجع. ثم عارفين العسكر وداك الشيء كيعطيوهم كل 3 شهور كيعطيوهم 20 يوم، فدابا عطاوه غير سيمانه ويجي. فجيت البارح بت في سيدي سليمان عند عمتي وارتاحيت مع شدي الطريق، وصلنا حتى الليل ما قدرتش نجي بالليل لدارنا. ويا هذيك اليوم صبحت في دارنا وعندهم الروينه، انتما عارفين خليت عندهم الدار كيصاوبوها ومشيت. ان شاء الله دابا نحط لكم فيديو ديال الاصلاحات، راهم كيصلحوا فيها، باقي ما كملوهاش، ولكني راه طالع داك الشيء صراحه زوين. وملومين انا لقيت الوالده بصراحه، هي انا مع فيها السكر ومريضه كيطلع لها، برا كينزل لها، دابا نزل لها عيانه. ودابا خويا دابا وصلت للدار، هو باقي ما جا، جا راه في دارنا البارح حتى هو، ولكني ما لقيتوش في الدار خارج، باقي ما جا. غنشوف ردة الفعل ديالو، ما شناش دابا 5 سنين ما شفتش خويا، فنشوف ردة الفعل، لانه واخا انا كنت في وجده وفي الصحراء ما كنتلاقاوش بزاف. يعني هذا خويا التوأم ديالي، التوأم ديالي اللي تزاديت انا وياه في الاخر، لان انا توأم انا وخويا اللي ما عارفش في اليوتيوب، انا توأم انا وخويا وسميتو محسن وانا حسنه، مي ما غنقدرش نبينو. انتما عارفين حكم الخدمه ديالو، خدام في العسكر وداك الشيء ممنوع عليه، فنشوف غير ردة الفعل ديالو ما يشوفني. ايوا البنات، يلا دابا شربنا كويس ديال اتاي. الوالده قالت لي نديرو لكم السوس، ما عارفاني بلي طرا لي الضغط درت السكر. ايوا يا هذيك دابا ماشي نقضي واحد الغرض، هز الوالده وخويا وام خالتي. ايوا يا هذيك اوريدي جيت لقيت الوالده شويه عيانه، نتوما عارفين صحاب السكر مساكين ديما السكر طالع نازل، السكر طالع نازل. ومع الخدمه كنقولها غير ريحي ارتاحي، والو اللي فيها ما ينيا ضروري خصها التمارة، ضروري خصها البنات. يلا زيد دابا الوالدة ورحنا خارجين، صراحة كنقولها ما ديري والو، تجيبك خدامة تعاونك في الدار بلا ما مشاوش لا يجي كلشي مع الروينة. وهي لا كتحماق شي حاجة سميتها تمارة، كتقول لك والو بوحدي، راه بزاف نتوما امهات ديالكم هكا دايرين، كتقول لك لا نقتل راسي، نجمع راسي، نهز راسي وتقول ما بغاتش. ايوا هادشي اللي كاين. دابا حنا غنمشيو نقضي واحد الغرض ونجيو. ايوا هادشي اللي كاين خويا، ما كيبانش معايا مغيبش لان خدمته، جا وسلمت عليه وكل شيء، راه دابا 5 سنين ما شفتوش. غادي راجيك الطوموبيل ويا خلي ما حطه ورا نطلق رجليا، رجع الكرسي اللور عرسك عرسك هذا هو اللي كيخدم، عرسك العدل ولادي ممنوع يبان خدام في العسكر، ممنوع عليه خدمته. جا وسلمت عليه وكل شيء. ايوا يلا خليكم نمشي نشوف شنو. ايوا البنات يلا رجعنا دابا في الليل، خرج انا وخالتي والوالده وخويا اللي جا من الصحراء، مشينا ضربنا دوره وقضينا شي اغراض ورجعنا. ودابا قالت لي الوالده والو ندير لكم الشوا، وقالت لخالتي اجو تباتوا معانا كلكم، جايين خالتي بزوج وخالتي وخالتي الاخرى وولادها وخويا، كنا حنا مجموعين. بصح دار لنا الشوا على برا، يا سلام على واحد الجمله ما نقول لكمش، الشوا راه داك الشيء كيشهي، وديك واحد الجلسه كتشهي بصراحه. ايوا انتما معايا مع خويا مسكين، حتى هو ما كلاش الشوا ديال العائله، يعني ديال الحولي ديال الوالده، وخلات له حقه. انا ما جلستش معاهم بزاف من ورا العيد، طلعت لوجده وخلات لي انا حقي، قالت لي خليتك انت وخوك التوام لان خويا توام. ايوا هادشي اللي كان، طلع نوريكم الاجواء، راه بغيت نشدين واحد الكواره دليعه، واحد دليعه خاصني نلعبوا فيها ونقسموا. المهم راه روينه عندهم في الدار ما نقولكش، واحد الروينه، راس الخدام يوميا كيسمح عندهم، مع الصباح كيصبح عندهم الدعوه مرونه. المهم راه تبان لكم الكاميرا لان الاضاءه ناقصه شويه في الدار، تبان لكم الدعوه مرونه، لان عندهم خدام يوميا كيجي مع 12 كيمشي بحالهم لان الشمس. ايوا البنات شوفوا، المهم داك الشيء راه على الظلمه، خالتي في خالتي.
ايه وخالتي فتيحه. تباني فتيحه. السلام عليكم. كي دايره؟ لبستي ليكم كده مين ما لابساش؟ هذا ولد فتيحه سامي. الوالده راه داخله الكوزينه وخا عيانه زعما كليفيها ما يهنيها. شوف شوفوا على كليسه كي دايره. يا سلام في التبت الخالي قدام الدار. شوف الشوايه واحد الكليسه. يا سلام الماء. غنلبس البيجامه. ايوا يا اختي قاس نهضروا قال لي خويا نخرجكم نساريكم. محسن نساري على حسابك دابا انت خويا راك جاي من الصحراء. محسن تاهو. صباح الخير البنات كيف دايرين لاباس عليكم؟ كي صبحتوا هانيين اش كتعاودوا؟ المهم انا مفيقني مع سته ديال الصباح خليها على الله. شكرا خارجه الخدام جا وجلس كيطقطق كيصاوب الجليج وفيقنا من الناس ولقنا تلقيت الوالده وخالاتي مجدين المسمن اجنينو وداري الحرشه مع الصباح. الله لا لا خطلك وخويا جالس حنا مجموعين. ايوا ما نقولكمش واحد الكليسه. يا سلام. ايوا شوفوا المسمن ديال العربيه كي داير. شوف كل ملويه قداش؟ شكون اللي درت هذا الملوي؟ انا. ماك لاساتي خمسة مليحه وليده ايوا القهوه معطره مع الشبا ديال الحليب ديال البقر وبريري دي تاي. وايل التليفون. ايوا البنات كملنا الفطور وكلشي وجينا عند خالتي. جينا نهزو خالتي ونمشيو للدار. المهم الدار مجموعين. لا 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 اهلا 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 اهلا. كي داير؟ لاباس عليك؟ كي داير مع الصحة؟ كلشي بخير؟ هاني كي داير مع الصحة؟ اهلا 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 اهلا. كي دايرة؟ لاباس عليك؟ كي داير مع الصحة؟ خالتي 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 بحال صاحبتنا هاد خالتي. خالتك هادي اللي ردت عندي. راه موجودة الشنطة. فين راكي ماشية؟ ماشية للبحر. انت قالت لك خالتي ماشي للبحر. ايوا دابا مشي جبت خالتي وجينا للدار لقينا الواجده مواجده موجده الغدا موجده الغدا الخدامه. قالت لك والو ما نمشي نخرج حتى شي بلاصه حتى نمشي يكون الغدا واجد. شوفها تبارك الله كانت مريضه وكلشي وقالت لك والله يطيب لي شي واحد. الصباح درت الحرشه والمسمن الخدام كلا هو الاول. قالت لك يفطر هو الاول لان هو اللي خدام كيضرب تماره. ودابا قلت لها يلا نخرجوا. قالت لك لا شوفوا راه خسرت صافا تمشي عند هيبيه وصافا الحمد لله ما طاحتليش. ودابا قالت لك ما نخرجوش حتى يتغدى الخدام. تبارك الله. شوف الواحد كيفاش كيقدر الواحد مسكين كيخدم. قالت لك ما نمشي حتى لشي بلاصه. قلنا لها نجيبوا له الماكله من برا. قالت لك لا والو انا طيب له راسي الغدا عاد نمشي غنخرج. الله يا ربي. شوفوا 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 على خبز مجدة الوالده ديال الفران. يا سلام تخيلوا راه كنقيس وطايب. شوف الخبزه يا سلام فش فش. شوف هاد الخبيزه باينه دارتها لولد خالتي معنا صغير. شوف الخبز يا سلام ديال الزرع هذا لان الوالد عنده ما شاء الله الزرع. هذا الخبز ديال الزرع. شوفي دارت نزع لوكا حتى هو في الفران. اما يما الهلا يحرم شي مسلم من هذا المنظر. شوفوا زعلوكا درت لي زعلوكا تكتوكا وزعلوكا بالدنجال كنحمق عليه شويه في الفران. كيعجبني انا ريحه شكون اللي بحالك كتعجبو. زعلوكا يعني ديال الفران ديال العواد هكا كيعجبني فيها ديك الريحه كنحمق عليها مع اللبن. سامي روحي. ايوا اختي الهلا يحرم شي مسلم من هذا. المهم نديو السيد مسكين يتغداو الاول ونتغداو ونشدو الطريق. يلا جايبهم من الفران قلت نصور لكم. يا سلام.